أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ماذا قدمت حكومات المنطقة الخضراء للعراقيين؟ ولماذا هذا الفشل الكبير للحكومات المتعاقبة في توفير حياة كريمة للشعب العراقي؟ كيف يمكن تفسير هذا الفشل على جميع الصعد، سواء في التعليم أو الصحة أو السكن أو الخدمات وإلى آخره؟ لماذا تصادر حقوق العراقيين في حرية التعبير وحقوقهم الإنسانية؟ فبحسب المنظمات الدولية والإنسانية أصبح العراق في مقدمة الدول التي تشهد انتهاكات في حقوق الإنسان في ضوء استمرار عمليات الإعدامات والاعتقالات كلها من غير محاكمات عادلة، مع استمرار عمليات الاعتقال أيضا على أساس طائفي وكذلك على أساس المخبر السري، حتى بات العراق سجنا كبيرا تنتهك فيه حقوق الإنسان وترتكب فيه أبشع الجرائم. وكذلك في بحسب الأمم المتحدة هناك أكثر من 5,600,000 نازح منذ عام 2014 وحتى الآن نتيجة العمليات العسكرية. الواقع الخدمي، الواقع الإنساني كلها يعني متردية منذ الاحتلال وحتى الآن. هذا الفشل ما تفسيره؟ للحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو السيد حسين سبعاوي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. كذلك أرحب بالدكتور أحمد كسار، الباحث العراقي. مرحبا بك دكتور أحمد. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ الحوار، كونوا معنا. إذن نبدأ معك أستاذ حسين سبعاوي. لعل أسباب الفشل كثيرة، يعني أسباب فشل حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة منذ الاحتلال وحتى الآن، هناك أسباب ربما يعني جوانب سياسية يعني نتطرق إليها، هناك جوانب فنية لعل، فهذه الأسباب بما تجملها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه الفساد هو السبب الرئيسي وهو يعني رقم واحد في كل أسباب الفشل، التي سواء في الصناعة أم في التعليم أم في الزراعة. لكن ما يميز الفساد العراقي عن الفساد في العالم الآخر أنه هو فساد قمم. فساد القمم يختلف عن فساد القواعد، لأنه القمم تعتبر ملح الشعب، ملح المجتمع، ملح الدولة، فإذا فسدت فمن يصلحها؟ لهذا السبب أنه عندما تفسد قواعد في المجتمع القمم تصلحها. اليوم الفساد في العراق هو فساد قمم، وهذا ليس احنا لا نتهمهم، هذا ما تعترف به سواء الدولة او البرلمان او المؤسسات او الوزارات، سواء في الداخل، المؤسسات الدولية في الخارج، جميعها تذكر بانه العراق يعاني من فساد كبير جدا، سواء على مستوى الحكومة ام على مستوى الوزارات ام على مستوى البرلمان، على المستويات كافة. لكن اكرر انه ما يميز هذا الفساد انه فساد في القمم وليس فقط فساد في القواعد. لهذا السبب من الصعب جدا اصلاح هذا الفساد في وقت قصير. اذا ما اردنا ان نصلح هذا الفساد فنحتاج الى وقت طويل من تشريعات ودعم وتغييرات جذرية في المنظومة العراقية. نعم. أرحب بالدكتور أحمد كسار، الباحث العراقي. دكتور أحمد مرحبا بك مرة أخرى. الفساد في العراق هو فساد قمم، يعني أكثر منه فسادا في القواعد. يعني كيف تفسر هذا الفشل الحكومي، فشل حكومات المنطقة الخضراء منذ عام 2003 وحتى الآن؟ أهلا بك مرة أخرى ومرحبا بضيفك وبمشاهديكم ومستمعيك الكرام. في الحقيقة يعني ونحن نتحدث عن حكومات المتعاقبة الاحتلال، وها نحن يعني نترقب حكومة الاحتلال الثامنة بعد 15 عاما، وكل عام أسوأ مما قبله كما يعلم الجميع وكما لا يختلف على هذا اثنان. فالأمور تسير بإصرار على عملية سياسية غير سليمة وغير مبنية، غير مبنية على ما يريده الشعب، وإنما ما تريده المنطقة الخضراء. فهذا تحدي للشعب حقيقة. العملية السياسية والانتخابات وغيرها مبنية على طائفية وتفرق الشعب أكثر مما تجمعهم، والانتخابات المجمع إجراؤها في مايو القادم يمكن تصبح يعني فرصة حقيقية لمزيد من الفساد الإداري والمالي، لأن هؤلاء المرشحون كأنهم يعني مبيتين الشر من الآن لمكاسب ومصالح وزعامات وتسلط على وزارات لكي يستحوذوا على ما تبقى من ثروات العراق
ولم يفكروا لحد الآن بإعادة مثلا مليون نازح أو تطوير هذا البلد أو بنائه من جديد، وفي كل عام وفي كل انتخابات والوعود هي وأكثر، ولا مستقبل يذكر تجاه هذه التحديات التي يعيشها المواطن العراقي. أستاذ حسين، يعني لعل جوانب الفشل الحكومي هي كثيرة، لنأخذ مثلا جانب التعليم، هناك ربما جوانب يعني غياب التشريعات القانونية بالدستور هو يعني مليء بالفقرات التي تدعم التعليم، ولكن نرى أن هناك يعني فشلا ذريعا في قطاع التعليم في العراق، إلى ما تعزوه؟ طبعا الدستور العراقي يشير إلى التعليم المجاني ويشير إلى دعم التعليم، ولكن الدستور بوحده لا يكفي. من القائم على هذا الدستور ومن الذي ينفذ الدستور؟ هي الحكومة والوزارات. نحتاج إلى تشريعات من قبل الحكومة، لأن الدستور هو نص يحتاج إلى تشريعات من قبل الحكومة وتخطيط حكومي على مستوى وزارة التخطيط، ولكل وزارة تقوم وزارات التعليم، وزارة التعليم وزارة التربية بتقديم الخطط الكاملة للحكومة حتى في قضية التعليم. اليوم غائبة هذه الخطط وغائبة التشريعات الحكومية والقوانين لدعم التعليم ولردع المتخاذلين في قضية التعليم. السبب الآخر أنه لا ننسى أنه الكادر التدريسي نفسه في تراجع اليوم، يعني لا نضع كل الهم المشكلة فقط على الطالب، وإنما الكادر التدريسي في تراجع، لأنه كثير من الأساتذة من حصل على شهادات مزورة، من جاء بالواسطة، من يعني استغل هذا المنصب، فبالتالي مواكبة التطوير العلمي تحتاج إلى جهود متكاملة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الفني. الوزارة تقوم نتحدث عن الجانب السياسي، الجانب السياسي وغياب التشريعات القانونية، غياب الرقابة على المؤسسات، غياب البنية التحتية للتعليم. اليوم المدارس العراقية لا تكفي لعدد الطلبة، في كل مدرسة يداوم 4-5 دوامات ولا تكفي. تدخل إلى الصف هو يعني الصف المدرسي هو غير آيل، يعني هو آيل للسقوط، هو غير مؤهل لإنشاء جيل تعليمي كامل. فغياب الهياكل المدرسية، غياب المستلزمات الدراسية، التلاعب في المناهج، في كل سنة تتغير المناهج على الطالب العراقي، عدم تطوير الأساتذة والمدرسين من خلال الدورات ومن خلال التعليم، عدم مواكبة التطور العام في العالم، هذا كله جعل التعليم العراقي في تراجع ذريع يعني مريع جدا. اليوم الجامعات العراقية والمدارس العراقية في منظمة اليونسكو والمنظمات العالمية الأخرى تراجعت كثيرا، لم يعترف بها كباقي الدول الآن. يعني الآن أنت لو تذهب إلى أي دولة أخرى ما حد اعترف بالشهادة مالتك، لابد أن يعيدك الاختبار بالبكالوريوس التي أنت تحملها كتخصص إذا كنت من الجامعة العراقية، الجامعات العراقية. هذا طبعا ما بعد 2003، سابقا ما كان يفعل هذا الشيء مع الجامعات العراقية، كانت جامعات رصينة. قلة البحوث، التزوير الذي دا يحصل اليوم، إضافة أيضا لا ننكر أنه الطالب قضية أكو هناك استهداف للطالب العراقي، هذول كلهم شباب، منهم المراهق ومنهم في سن الصبا، المخدرات والحبوب والكبسلة والتسيب من العائلة ومن المدرسة، كل هذا جعل التعليم العراقي في حالة تدني مريعة جدا. ولكن تبقى الحكومة العراقية، أي حكومة تأتي، هي المسؤولة الأول على التعليم، سواء على مستوى التعليم التربوي أو على مستوى التعليم الجامعي. دكتور أحمد كسار، لعل التعليم ربما كان من بحسب ما يرى البعض هو هدف من أهداف الاحتلال، ابتدأ باغتيال العلماء وكذلك تهجير الكفاءات، إلى أي مدى يتصف هذا الواقع التعليمي المتدني في العراق الذي ابتدأ منذ الاحتلال بالتردي وحتى الآن؟ المشكلة أستاذي الفاضل أن يعني العراق قبل سنوات، يعني في سنوات الاحتلال في بدايته، يعني كنا في مؤخرة الدول في قوائم التقييم، يعني في مؤخرة العالم الثالث في كل قائمة. منذ سنتين وثلاث لم يعد العراق يدخل أصلا في هذه القوائم، مثل ذلك مثل جودة التعليم مثلا، القائمة التي صدرت أخيرا، العراق غير موجود في القائمة من الأساس، لم يصنف لأنه لا جودة في التعليم تذكر، وإلا فما بالك بالمستويات الدراسية التي يذهب إليها الطالب صباحا ويعود ظهرا، أو الدوامات المسائية أو الدوامات الانتسابية أو الدوامات عن بعد، كل ذلك يعني ترى أسماء مراحل دراسية ومناهج
طرائق تدريس ومدرسين على كافة المستويات، ولكن بدون جودة. هذه الجودة التي كما تحدث عنها ضيفك الكريم تبدأ من يعني الصف الدراسي الذي يجلس فيه الطالب إلى الأمور التي تتعلق به في تلقيه وترقيه للتعليم إلى آخر معايير الجودة العالمية التي يعني غابت عن التعليم العراقي للأسف، وأضعفت إلا بعض الجهود الفردية التي يعني أنقذوا أنفسهم من الحال والواقع الذي يمرون به وعلى مستوى حتى الدراسات العليا والأولية. فمن ذلك فضلا عن هجرة الكفاءات أو استهدافها من العلماء وذوي الاختصاصات الدقيقة، فبالتالي تجد أن التعليم في هجرة الكفاءات واستهداف الكفاءات وكذلك اغتيال العلماء، يعني هل هذا المخطط يعني آتى أكله خلال هذه المرحلة؟ بالتأكيد اليوم أغلب الكفاءات العراقية هاجرت، تركت البلد، ومن تبقى استهدف. يعني هذا شيء غير مخفي، يعني مو فرد شيء سر نتكلم به. والاستهداف كان ممنهجا من قبل جماعات منظمة ومرتبطة في الخارج، وهذا هدف من أهداف الاحتلال. وكم من عالم اغتيل سواء على المستوى العلمي، قضايا علماء الذرة وعلماء التصنيع وعلماء الطب وعلماء الهندسة، أغلب هؤلاء استهدفوا من قبل نعم هي أشخاص داخل العراق وعراقية، ولكنها مرتبطة بمنظمات خارجية، وهذا هدف من أهداف الاحتلال. ما تبقى من استطاع أن ينجو بنفسه هاجر، ومن هاجر ممكن أنه حتى لا يستطيع أن يمارس عمله، وحتى المهاجر هو أيضا عليه تعقب. فلهذا السبب أنه هجرة العلماء كانت واحدة من أهم الأسباب في عدم تطور العراق، ليس على المستوى التعليمي فقط بل بقية المستويات الأخرى. بالضبط، يعني القطاع التعليمي يعتبر هو العمود الفقري. نعم، القطاع التعليمي لكل دولة تمر في حالة تدهور أو تخرج من حرب، أو جميع الدول، عندنا اليابان مثلا، عندنا ألمانيا مثلا، أول ما تلجأ إلى البنية التحتية وإلى التعليم. وهذا ما وصلت إليها اليوم. عندنا اليابانية من الدول العظمى، ألمانيا من الدول العظمى، أيضا تدمرت وتعرضت لحروب، حروب مدمرة جدا. لكن عندما لجأت إلى التعليم واهتمت بجانب التعليم وتطورت كفاءاتها الوطنية، نهضت نهضة قوية خلال 40-50 سنة، أصبحت من دول متقدمة. هذا المؤشر غير موجود في العراق، ما زال لحد هذه اللحظة هو الاستهداف. نسمع في كل يوم اغتيال الطبيب الفلاني واغتيال المهندس الفلاني، من تبقى من العراقيين من ذوي الكفاءات، ومن خرج نجا اليوم لا يستفيد منه البلد، بقت مجموعة اللصوص ومجموعة المنتفعين والمزورين وإلى آخره. فبالتالي التراجع واضح جدا من خلال يعني هجرة الكفاءات، تركت أثرا كبيرا في الساحة العراقية. دكتور أحمد، من المستفيد من انهيار القطاع التعليمي في العراق؟ العديد من الدول كما تحدث الأستاذ حسين دخلت حروبا، دولا كبرى كألمانيا كاليابان، ولكنها يعني نهضت نهضة عظيمة وكبيرة، إلا العراق. لماذا يراد للعراق أن يبقى تحديدا في قطاع العلم والتكنولوجيا التعليم الأساسي يبقى بهذه الحالة المتدنية؟ من المستفيد ولماذا؟ لأن المحتل نفسه يعني دخل بطريقة همجية، ومن جاء بهم كانوا من الجهلة والأمية، وحتى الذين حصلوا منهم على شهادات عليا ما كانوا يمارسونها في جامعات، وإنما كانوا يعملون في الخارج في أمور يعني مهنية بسيطة. فبذلك يعني صفة العلمية غائبة عنهم. فهؤلاء الهمج والذين جاءوا إلى العراق وتسلموا مقاليد الحكم أن يفكرون بالجامعات والتعليم والمدارس والواقع العلمي، ولكنهم من التكنوقراط، يتحدثون عن أنهم من التكنوقراط، يعني جميع الحكومات يعني كما تعلم وزارة التربية والتعليم كشفت الكثير من الشهادات المزورة بعد الاحتلال. فبالتالي هذه الشهادات أيضا فيها كلام، وقلت لك لم يمارسوها في جامعات أو في مؤسسات بحثية أو تعليمية، كانوا يشتغلون بمهن أخرى كما تعلم، وهم يدعون أنهم حاصلون على ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس ودبلومات وغيرها. فبالتالي جاءنا هؤلاء وهم بعيدون عن التعليم وفاقد الشيء لا يعطيه، فبالتالي يصرف على كل شيء إلا التعليم، فبقي التعليم متأخرا، وحاله يعني كما لا يخفى عليكم واقعه والإحصائيات التي تشير إليه، إلى أن كانت جامعات العراق العريقة الأولى في وقتها وفي تقدمها وفي أسمائها الآن
في مصاف لا تدخل القوائم اصلا بسبب يعني ما هو الوضع عليه. أستاذ حسين، يعني كلنا يعرف أن في حرب 91 يعني نهض العراق في غضون 3 شهور أو شهرين، يعني هناك قطاعات بأكملها قد نهضت في غضون هذه الفترة القصيرة، لماذا الآن بعد مرور أكثر من 15 سنة على الاحتلال إلى الآن تحديدا مثلا يشهد القطاع الصناعي الآن تدهورا في العراق؟ ليس هناك صناعة في العراق، ليس هناك منتج وطني في العراق. تدهور الصناعة في العراق أولا كما ذكرت لك هو الفساد هو سبب رئيسي لكل ما ذكر. النقطة الثانية هو عدم غياب الإرادة الوطنية لتطوير العراق صناعيا. اليوم لا توجد ضمن تخطيط الحكومة أنه تفكر في قضية تطوير صناعة تنمى أو تختص العراق في بعض الصناعات من العالم لكي تزيد من واردها ودخلها القومي. كان هناك بنية تحتية موجودة اللي هي كانت منشآت الصناعة الصناعية اللي موجودة وتابعة لوزارة الصناعة ولهيئة التصنيع. جميع هذه المؤسسات دمرت ولم يعد بناءها ولم يعد ترتيبها بل هيكلت وبيعت خردة. تصور ولم يبنى اليوم لحد الآن لم تبنى منشأة صناعية واحدة في العراق. كيف يتطور التصنيع؟ إذا العالم هاجر، إذا الأرض العراقية هي غير صالحة للاستثمار بسبب الوضع الأمني، اليوم المستورد لا يستطيع أن يأتي بمصنع جديد إلى البلد حتى يستفاد منه المواطن بسبب أيضا الوضع الأمني وبسبب الفساد اللي موجود، فبالتالي لا توجد نهضة صناعية ولا يوجد تطور صناعي، وعلى العكس هو عملية تخلف وتراجع شديدة جدا. تصور لا نستطيع أن نصنع قلما في العراق، يعني لا يوجد أي صناعات بسيطة. اليوم هذه الصناعات اللي بدنا نتكلم عنها هذه موجودة في الأقضية والنواحي الغربية، يعني مناطق الخارج. لا نتكلم عن صناعات ثقيلة ولا نتكلم عن صناعات متطورة جدا كالأسلحة الثقيلة والسيارات، نتكلم عن صناعات محلية بسيطة أيضا دمرت. لهذا السبب أنه هناك غياب للتخطيط والتنمية عند الحكومة العراقية، هناك فساد مستشري كبير، هناك تدمير للمنشآت الصناعية، هناك عدم وجود إرادة وطنية لتطوير العراق صناعيا. من 2003 إلى اليوم لم يبنى مصنعا واحدا ولم يعد بناء مصنع الذي دمر، ولهذا السبب أنه سبب عدم تطور الصناعة أو عدم إعادة بنائها هو غياب الإرادة الوطنية لدى الحكومات العراقية المتعاقبة في تطوير العراق صناعيا. دكتور أحمد كسار، الكثير من الدول تركز على الجانب على الميزان التجاري وعلى الواردات والصادرات وإنتاج وإقامة المصانع والمنشآت التي بالتالي تحسن من اقتصاد البلد، ولكن هنا يعني لماذا لا يكون التركيز على رفع مستوى الدخل للمواطن العراقي؟ المواطن العراقي الآن يعاني من يعني إجحاف بحقه، يعني بحقوق الإنسانية كاملة بالجملة. يعني ما السبب في كون أن هذه المصانع، رغم أن العراق يعتبر بلدا نفطيا، الاقتصاد فقط هو اقتصاد ريعي، يعني فقط هو يستخرج النفط ليأتي بالتالي بالرواتب للموظفين، والتي الآن يتحدثون عن عجز في الموازنة وكذلك فسادا في الموازنة؟ الحقيقة هذا الجانب من الواقع العراقي الاقتصادي الذي يعيشه المواطن، نحن نتكلم عن توفير يعني دخل يكفي المواطن العراقي، وبالتالي الحديث مثلا عن علاقته بالصناعة والتجارة نجد أن الحكومة نفسها أغلقت آلاف المصانع وشردت آلاف العمال من عملهم، مما أدى إلى زيادة نسب البطالة والآثار السلبية الاقتصادية. نحن لا نتحدث عن زيادة رواتب، وإنما قطع رواتب من خلال تشريد العمال من وظائفهم ومن مصانعهم. فبالتالي نجد أن الاستمرار، مع العلم أن هناك ميزانيات ضخمة مخصصة لتطوير الصناعة في كل دورة وفي كل سنة وفي كل حكومة متعاقبة، ولكن كما تعلم الفساد المالي والإداري يسيطر على هذه الميزانيات الضخمة التي ممكن أن تعيش وتفتح دول مجتمعة مع بعض في صناعاتها وتجاراتها وحياتها الاقتصادية. فنحن أمام الرواتب الغير مجزية للمواطن العراقي قياسا بما تصرفه الحكومات على مشاريع وهمية وعلى ما يسمى تطوير القطاع الصناعي. نحن في العراق الآن لا ننتج أي شيء وإنما نستورد أي شيء، وهنا السؤال لماذا الاستيراد وممن؟ من هي الدولة المستفيدة من تصدير بضائعها إلى العراق؟
فبالتالي ما هي الدولة التي غزت السوق العراقي؟ هذا السؤال هو الذي يجعل أن نتأكد أن هذه الدولة هي من وراء يعني التأثير السلبي على الحياة الصناعية في العراق. إذا أستاذ حسين، المشاريع الوهمية، استنزاف الموازنة، حتى يعني خطف أفراد الشركات المستثمرة التي تريد أن تستثمر في العراق ومحاربتها، هذه الأمور كلها ربما دفعت بالشباب العراقي إلى اللجوء للتطوع إلى الميليشيات، أو حتى أن هناك يعني نتيجة هذا الوضع المزري ينضمون إلى المجاميع المسلحة. هذا الواقع يعني هل هو متعمد لكي يجعل الشاب العراقي محصورا في زاوية، يا إما أن يتطوع في الميليشيات وفي الحروب الداخلية، يا إما لا يكون له عمل؟ وغياب فرص العمل للشباب. الشباب يحتاج إلى مستقبل، يفكر في مستقبل زواج وسكن وسيارة واحتياجاته كشاب. غياب فرص العمل، تلجأ الشباب إلى الأعمال الأخرى. هذا واحد. اثنين، أيضا أنه كثير من الشباب اليوم، عندما تكلمنا عن قضية التعليم والتطور التعليمي، غالبية هؤلاء الشباب لا يمتلكون شهادة الابتدائية، فهو غير مؤهل أنه يذهب إلى دوائر الدولة عندما تفرض شروطها، مثلا لأن يكون خريج متوسطة أو خريج إعدادية أو خريج كلية. هؤلاء غالبيتهم نتيجة سياسة التعليم الفاشلة جعلت هؤلاء الشباب لا يمتلكون أي مؤهل علمي، فبالتالي لابد أن يذهب. إضافة لصناعة الحروب الداخلية، صناعة الحروب وسياسات الحكومة أنه ستضطر الناس إلى التطوع من خلال رواتب مجزية أو لا بأس بها، أفضل من غيرها، وشاب لا يمتلك أي فرصة عمل، غياب مشاريع صناعية، غياب الاستثمار، غياب فرص العمل، فبالتالي سيضطر جميع أغلب الشباب إلى أن يذهبوا إلى أي فرصة عمل كانت، سواء في الميليشيات أم في الحشد أم في أي عمل آخر. وممكن أن يكون أخطر من هذا، أن يكونوا مافيات، ممكن يكون قطاع طرق. ولهذا السبب أنه هذا كله هو يصف في تخلف الدولة وتراجعها. لو كانت هناك تطور علمي، وهذا الشاب لديه من الوعي العلمي ولديه من المؤهل العلمي أن يسمح له يمارس أي عمل آخر، لو كان هناك مشاريع صناعية فعلا حقيقية ويمنح الشباب من القروض من البنوك لإنشاء، ليس بالضرورة التوظيف. هل من الصعب أن يمنح المواطن الشاب العراقي مثلا سكنا لكي يتزوج، يمنح الشاب العراقي وظيفة، كل هذه الأمور؟ العراق هو فقير إلى هذه الدرجة، وهي غياب التنمية الشاملة وغياب الاستثمار العام وغياب موارد استثمار موارد الدولة واعتمادها على النفط فقط، غيب هذه الحالة. اليوم الدولة العراقية دولة رواتب إضافة للفساد، الفاسدين ماخذين الحصة الأكبر، وهناك رواتب يتقاضى منها المواطن العراقي. غير هذا لا يوجد بدائل للشاب العراقي. لو هناك مثلا البنوك تفتح تقدم مشاريع قروض لهؤلاء الشباب لمشاريع صناعية محلية أيا كانت، هناك تكون عملية تطور ذاتي وفردي من مجموع هذا التطور الفردي، ويصب في مصلحة الدولة ويزيد من دخل القومي. هذا كليته غائبة، إضافة لوجود صناعة الحروب العبثية الداخلية اليوم من 2003 إلى 2018 وستستمر هذه. نو مرة البعثيين ومرة داعش ومرة القاعدة ومرة الأمريكان ومرة وهميين ومرة ما أعرف إيش ومرة قطعت، كل هذه حروب عبثية ناتج ما لا يساوي صفر على الدولة. الدولة ما الذي استفادته من 2003 إلى الآن في جميع الحروب التي دخلت؟ تحتاج إلى مصالحة وطنية على مستوى الدولة وليس على مستوى شخص وحكومة، على مستوى الدولة وبدعم خارجي، ويذهب العراق إلى مشاريع تنموية يخدم بها البلد وجميع أبنائه بكل مكوناته. هذا الشاب يذهب إلى أن يكون مسؤول مصنع، وهذا يذهب إلى أن يعمل في مشروع تجاري، وهذا الشاب يكمل دراسته. كل هذا تجد النهضة العلمية الموجودة في العراق، ولكن هذه غائبة في التخطيط الحكومي. أنا لم أقرأ في جميع هذه الخطط، أنه فقط نقرأ أنه كيفية القضاء على الإرهاب، كيفية مواجهة الميليشيات، كيفية البعثيين، كيفية الصدامين. يا جماعة الخير، اليوم من 2003 انتهت الصدامية وانتهت البعثية وانتهت كل شيء. ابنوا للعراق حتى بقية المستوى العراقي يقتنع بكم، ابنوا. لهذا السبب لم نجد أي بناء وأي مشاريع تنموية وأي مشاريع صناعية وتطويرية للمستوى العراقي. لهذا السبب الفاشل لا يستطيع أنه إلا أن يضع شماعة فشله حتى يخرج من فشله ولا يعني يحاسب عليه. إذن نعم. نستعرض أيضا الفشل الحكومي في القطاع الزراعي، وهو القطاع المهم كما هو معلوم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نستعرض في هذه الحلقة أسباب تردي الواقع الخدمي والإنساني في العراق بالانتقال أستاذ حسين إلى القطاع الزراعي. العراق ليس بلدا فقيرا في المياه، ليس بلدا فقيرا في التربة الصالحة للزراعة، العراق بلد السهل الرسوبي. تحدثنا عن موضوع النفط، ولكن موضوع الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي يبدو أنه معدوم منذ عام 2003 وحتى الآن. كيف تصف الواقع الزراعي في العراق منذ 2003؟ طبعا هو الواقع الزراعي حقيقة واقع مأساوي، مع توفر جميع الفرص التي تجعل من الزراعة متطورة في العراق. توفر المياه بنهري دجلة والفرات وروافدهما، ليس فقط نهر دجلة، توفر المياه الجوفية، توفير الأرض الصالحة للزراعة. بالمناسبة في دول أخرى تزرع في الجبال وأراضي صخرية تزرع، والعراق يمتلك أراضي صالحة للزراعة على مستوى حتى المياه الجوفية. اليوم هاي منطقة الصحراء، سواء على مستوى منطقة الموصل والرمادي مرورا إلى السماوة، هذه كلها الأراضي تصلح للزراعة من خلال بناء السدود، وكلها موجودة سدود. يعني سد الموصل يغطي منطقة صحراء الموصل وإلى من ربيعة إلى الحضر، كلها يغطيها في المياه. منطقة الرمادي الثرثار والحبانية وغيرها كلها تغطي، ومنطقة السماوة والمثنى وإلى آخره. لكن غياب الخطط وغياب الإرادة الوطنية في تطوير العمل الزراعي على الحد الأدنى للاكتفاء الذاتي، اليوم من المعيب جدا على دولة مثل العراق ليس لديها اكتفاء ذاتي، تستورد باقة كرفس، ويعني هذا أقل ما يمكن، هذا لا يمكن أنه بلد مثل العراق يستورد مادة زراعية. العراق يفترض الذي كان يصدر التمور الآن يفترض به مصدرا للمواد الزراعية مما يمتلك من أراضي زراعية ومياه. اليوم حتى التمور لم نعد مصدرين لها، مع العلم من أجود التمور كما وعددا ونوعا هي التمور العراقية، ونحن الآن نستوردها من إيران. طبعا، لأنه إيران واحدة من الأسباب الرئيسية للتدهور العراقي على مستوى التعليم والصناعة والزراعة، لأن هي المستفيدة الأول. إذا ما العراق كانت فيه صناعة فهي ستتضرر، إلى أين تصدر بضاعتها المزجات؟ إذا كان في العراق كوادر تعليمية عالية المستوى هي أيضا ستتضرر، بل هي واحدة من الذين استهدفوا هذه الكوادر العلمية. كذلك بالنسبة للزراعة، لمن تصدر إيران بضاعتها من خلال بس تعبر النهر، لا تكلفة في الطريق في النقل، ولا أحد يحاسبها على أسعار، ولا أحد يحاسبها على الجودة، وهي نافذة في العراق بأي حال من الأحوال. فبالتالي لا يخدم تطور العراق زراعيا وصناعيا وتعليميا. فالزراعة واحدة من الأسباب التي يفترض بالعراق أن يكون على الحد الأدنى هو الاكتفاء الذاتي. اليوم احنا في دول لا تمتلك مياه هي تصدر إضافة الاكتفاء الذاتي، تعدادها ما يقارب 80 مليون، بينما العراق 30 مليون، ومرت على العراق سنوات كثيرة مكتفي ذاتيا. والعراق ما يميزه زراعيا، بس هاي النقطة حاب أذكرها بالأخير، أنه العراق يمتلك جو مناخ مهيئ لزراعة جميع المنتوجات. لاحظ في الجنوب درجة الحرارة تصل إلى 50 مع رطوبة عالية، تصلح لزراعة التمور وغيرها. في الشمال تصل درجة الحرارة إلى تحت الصفر، وهي تصلح لزراعة التبغ وغيرها من المواد الأخرى. فلهذا السبب المناخ في العراق هو يصلح لزراعة جميع المنتجات الزراعية، سواء للاكتفاء الذاتي أو للتصدير. لكن نبقى نقول الفساد وغياب التخطيط والتنمية وغياب الإرادة الوطنية للحكومات العراقية هو واحدة من أسباب التي دمرت الزراعة العراقية، مما جعلت الفلاح العراقي لا يستطيع أن يزرع، لأن هناك منتوج أجنبي منافس وليس أكفأ. هو منافس في السعر لكنه ليس أكفأ من المنتوج العراقي. لكن هناك دعم للفلاح من خلال استصلاح الأراضي الزراعية ودعمه بالمعدات الزراعية الحديثة والمنتوجات
والمواد الكيميائية الأسمدة وغيرها، وحماية المنتوج العراقي من المنتوج الأجنبي من خلال التسعيرة وفرض الضرائب على المواد المستوردة من الخارج، أنا ذاك سيكون الفلاح العراقي عندما يزرع على الأقل يكتفي هو ذاتيا ويكفي البلد ذاتيا، لا يكون لفلاح لا يستطيع أن ينقل منتوج الزراعي بما سعر المنتوج العراقي لا يساوي سعر أجور النقل إلى العلوة يعني أسواق الجملة، لا يمكن أن يستمر الفلاح العراقي، إضافة للتصحر، إضافة لعدم استصلاح الأراضي الزراعية، فغياب التشريعات الزراعية هي أيضا واحدة من هذه الأسباب. من المستفيد دكتور أحمد من غياب التشريعات القانونية التي تحمي الفلاح؟ يعني الكل يعلم أن العراق في السبعينيات كان محققا الاكتفاء الذاتي في الجانب الزراعي. طبعا الفلاح اليوم العراقي متضرر ولا توجد حماية له. نحن صحيح نتكلم عن ضعف الزراعة في العراق حاليا، ولكن أيضا الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب ما ألقي عليها من قنابل وإشعاعات وغيرها، فحتى المنتوج مشكوك في صلاحيته للاستهلاك البشري. فضلا عن ذلك الفلاح اليوم يعني ما زالوا يطلبون الحكومات السابقة ديون على منتوجاتهم لم يوفونهم بعد، يعني للسنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية لم يوفى الفلاحون حقهم من الحنطة وغيرها من المحاصيل التي حصدوها وسلموها للحكومة بأسعار قيلت عنها أنها مشجعة، ولكن لم يحصلوا منها على أي مبالغ. الفلاح اليوم يعاني أيضا من مكافحة الآفات الزراعية التي يعني بدون علاج، هذا أيضا من الأسباب. فالمتضرر هو الفلاح العراقي، يعني لا نعذره بعدم الزراعة ولكن هذا الواقع، الواقع لا يشجع على الزراعة ولا على المستفيد من هذا الواقع. دكتور أحمد، المستفيد طبعا الدول المصدرة للمواد الغذائية وخاصة الدولة الجارة التي يعني غطت السوق العراقي بالمحاصيل الزراعية، ويا ليتها كانت صالحة. كما تعلم صفقات التفاح وغيرها التي يعني ضبطت بما فيها من مواد وما فيها من تلوث وما فيها من عدم صلاحيتها للناس، يا ريت أيضا يصدرون ما هو نافع للشعب العراقي، يصدر ما فيه إساءة لصحتهم وحياتهم وعقمهم وصلت كما اطلعنا على بعض التقارير. لو انتقلنا إلى محور آخر، محور يعني حقوق حرية التعبير في العراق، نجدها أيضا معدومة. العديد من المنظمات الدولية والإنسانية تحدثت عن أن العراق أصبح يعني في مقدمة الدول التي ترتكب فيها الانتهاكات والجرائم. يعني كيف تصف الواقع الإنساني في العراق؟ إن رغم وجود تشريع دستوري بحماية يعني حرية التعبير وحرية الإعلام وهناك نصوص دستورية موجودة، إلا أننا نجد أنها شبه معطلة وعدم العمل بها، بل هناك مجاميع يعني غير يعني هي لا تحمل الصفة الرسمية ولكنها صاحبة النفوذ داخل الدولة العراقية، هي التي تكمم هذه الأفواه وهي النافذة وهي التي استهدفت كثير سواء على مستوى الصحفي على مستوى السياسي على مستوى العلمي. هذه الجماعات الإجرامية هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي غضت عنها الطرف نوعا ما الحكومة أو لم تتعامل معها معاملة بحزم كما تعاملت مع داعش ومع غيرها من المنظمات الإرهابية. نجد أن هذه الجماعات هي واحدة من الأسباب التي كممت أفواه الناس وكسرت كثير من الأقلام واستهدفت كثير من الشخصيات الإعلامية، مما أدى أيضا إلى الهجرة وإلى ترك البلد، وأصبحت يعني الصبغة الطائفية والنهج الطائفي الكهنوتي الثيوقراطي هو السائد في البلد، ولهذا سبب هذه حالة من حالات التخلف. وللأسف أقول أن هناك نصوص دستورية معطلة عدم العمل بها، هذا ما يناقض الحالة. إحنا يعني نقول نحتاج إلى نص دستوري يحمي الإعلام، لا، هناك نصا دستوريا يحمي الإعلام ويحمي المؤسسات الإعلامية والصحفية، ولكن هل يعمل بهذه النصوص الدستورية؟ جواب لا. هل يعمل أو هل يقمع أمثال هذه المنظمات الإجرامية التي تستهدف هذه الكيانات الإعلامية والشخصيات؟ لا بالعكس، منفلتة حتى في المحافظات وفي بغداد وعانت الناس كثيرا. كان في بعض القنوات لا تستطيع أن تضع اللوجو على الفضائية مالتها خوفا من الاستهداف.
فبالتالي أنه تكميم الأفواه ومصادرة رأي الآخرين هذه نتيجة واحدة، وهي هناك سياسة ثيوقراطية داخل الساحة العراقية يجب أن تتغير، تتحول إلى السياسة الوطنية التي تحترم جميع مكونات الشعب العراقي. الاحتلال الأمريكي كان يعني يتحدث عن نقل الديمقراطية وتحقيق الديمقراطية في العراق. دكتور أحمد كسار، إلى أي مدى ترى الحكومات المتعاقبة حققت فعلا الديمقراطية في العراق؟ عندما تقرأ الدستور العراقي ترى فيه العجب العجاب من الاعتناء بالمواطن العراقي وتوفير حرياته وتوفير يعني السعي لتحقيق الديمقراطية، ولكن أين هي من الحقيقة؟ هذا كله كان يعني دم على ورق وليس حبر على ورق لما شاهده العراقيون من ويلات الدستور وويلات العملية السياسية في العراق، التي لم يخرج من العراقيون إلا بهذا الواقع المرير الذي جعلهم في العالم الرابع وليس حتى في العالم الثالث. الديمقراطية التي جاءت بها الحكومة الأمريكية والاحتلال الأمريكي أريد بها أن لا تكون كما هي، فبالتالي نجد أنفسنا كعراقيين أمام واقع غير ما كان يتحدث عنه في لندن وفي أمريكا في 2002. فعندما جاء الاحتلال ونصب هؤلاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، وما وصلت إليه الحكومات من أنها لا تمثل إلا سوى الحزب الحاكم، لا تمثل كل المكونات العراقية، فبالتالي نحن أمام هذا الواقع الدكتاتوري الجديد بحماية أمريكية وبدعم إيراني واضح. اليوم الحكومة هي ليس لها من العمل الديمقراطي وفق قواعد الديمقراطية من تحقيقات، يعني لنحاكمها بالديمقراطية ولنكشف يعني مساوئ الحريات وقمع الناس، وبالتالي نجد هذه الحكومة الثامنة سوف لا تختلف عن حكومات الاحتلال المتعاقبة، وليس للعراقيين من الديمقراطية شيء يذكر سوى الاسم وسوى هذا الضحك على ذقون العراقيين. بعد هذا الفشل أستاذ حسين، يعني حتى على لسان المسؤولين الحكوميين يتحدثون والسياسيين يتحدثون عن أنهم تسببوا في فشل بخدمة العراقيين وتوفير حياة كريمة لهم وكذلك الواقع الخدمي والإنساني في العراق. يعني هذه الانتخابات المقبلة إلى أي مدى ترى الآن هم يعني هناك تطبيل لهذه الانتخابات على أنها طوق نجاة للعراقيين، كيف تنظر إلى الواقع العراقي بعد هذه الانتخابات؟ هل سيتغير شيء؟ من حيث المبدأ لا أعتقد راح يتغير شيء، لكن أنا عندي شقين على جواب سؤالك. الانتخابات من حيث المبدأ هي أفضل وسيلة لاختيار السلطة، ولكن هل تتحقق الانتخابات العراقية في اختيار السلطة التي يختارها الشعب العراقي؟ الجواب لا، بسبب التزوير، بسبب من يعترف ويقول سببنا نحن كنا سبب في تأخر العراق وفي تخلفه وفي كذا. طيب هل يحق له الترشح؟ الجواب لا. في العالم الديمقراطي من يكون سببا في أي خطأ ما مباشرة تجد يقدم استقالته لرئيس الحكومة أو للبرلمان ويقول أعتذر. حادث بسيط يقدم الوزير استقالته. اليوم الوزير رغم فساده المثبت، فساد ثابت سواء لدى النزاهة، لدى المؤسسات الشفافية القطرية أم الدولية، نجده أول المرشحين ويستخدم المال السحت ومال الدولة ومال الفساد في إعادة ترشيحه مرة ثانية. لهذا السبب هذا غير ممكن، وهذا يعني لا، لو كان هناك ديمقراطية حقة وهناك مؤسسات شفافة في العراق تحاسب هؤلاء الفاسدين ولا تسمح لهم بالترشح إطلاقا، لا تسمح لهم بالترشح. أنت تسببت في فساد واضح جدا، بل على العكس المفروض يحاكمون، لكن أنه على نجد من هؤلاء هم من أول المتصدرين ويصرفون أموال، لو تجمع هذه الأموال لا يمكن أن تعيد شيء من بناء العراق الذي مدمر الآن. يعني واحد من المرشحين ميزانيته للصرف للانتخابات $1,000,000، $1,000,000، تصور فرد يصرف على انتخابات من إيش قد يملك؟ قبل 2003 ولا يملك شيء. طيب كم مرشح عندنا أمام هاي المليارات كان استطيع أن نبني بلد؟ أما هل تقول الانتخابات هي السبب؟ لا، الانتخابات أفضل وسيلة وأرقى وسيلة لتغيير السلطة وتداولها سلميا، ولكن أفسدوا الانتخابات
هؤلاء المرشحين هؤلاء الفاسدين افسدوا حتى هذه الوسيله الراقيه. هم من يتحدث عن ضروره محاربه الفساد دكتور احمد كسار، اذا كان السياسيون او المرشحون او الموجودون الان في العمليه السياسيه الكل يتحدث عن ضروره محاربه الفساد، من المفسد يعني؟ طبعا هذا الواقع الذي يعيشه العراقيون ما قبيل الانتخابات، وكأنهم يعني عندهم الذاكرة فيها خلل، يعني هذا الذي ضحك يعني على الناس قبل سنوات ها هو يعود اليوم بنفس الاسم أو بقائمة أخرى أو بتحالف جديد، ولكنه يعني معروف ومشهور بأدائه الفاشل في الحكومة السابقة وفي مقعده في البرلمان ولم يقدم شيء. فبالتالي نحن عندما نأتي ونستمع له مرة أخرى بعد 4 سنوات، ما هذه الذاكرة الضعيفة التي لا نحسد عليها؟ البرلمان اليوم الذي جاء بوجه جديد أو دفع شخص يعني يدعمه وهو من ورائه وخلف الكواليس، هؤلاء مشكوك في أمرهم. فبالتالي الفاسدون هم نفسهم يتصدرون المشهد، ونفسهم مثل المالكي والجبوري قالوا نحن الطبقة السياسية كلنا فاسدون، شهدوا على أنفسهم بهذا وقالوا يجب تغيير هؤلاء جميع. طيب كيف نغير وأنتم جئتم بنفس القوائم وجئتم بنفس الأسماء؟ فهذا الاعتراف حقيقة يعني حجة على كل عراقي بأن يلتفت إلى هذه الخدعة السياسية المتكررة في هذه المرة، ولا يلدغ المؤمن من تحرم مرتين. فالواقع أن الفاسد يتظاهر بأنه جاء ليغير، جاء ليصحح، جاء، لكن هذا التغيير للمرة الثالثة والرابعة ونفس الكلام، فما الذي يترجى من هذا المشبوه؟ وكلهم عليهم ملفات فساد كما تعلمون في القضاء وفي المالية وفي غيرها محفوظة لتهديدهم في وقته ومكانه. في ضوء ذلك كله أستاذ حسين، ما الخيارات أمام الشعب العراقي الآن؟ الواقع الخدمي الإنساني في العراق متدهور دائما في ظل حكومات متعاقبة، هناك انتخابات تتم وهناك من يفوز في هذه الانتخابات والحال كما هي الآن، ما هو الخيار أو الخيارات أمام الشعب؟ أنا أعتقد الشعب العراقي ما بين غالب ومغلوب، شعب مغلوب عليه، قوة سياسية نافذة غالبة هي المتغولة والغالبة، وبالتالي نحتاج إلى حل لكل ما جرى. عندما نفشل في الحلول في الداخل لا يمكن أن تستمر المشكلة، علينا أن نبحث أيضا حلول، سواء ندرك تجارب الآخرين في الدول الأخرى التي عانت نفس معاناتنا، أو ندعو بعض المؤسسات الدولية لرعاية الوضع في العراق حتى نستطيع أن نصلح في هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه ما بين غالب ومغلوب ومتغول. هذا الأمر غير ممكن ولا يمكن أن يستمر، سنبقى في الفساد، سنبقى في التخلف، سنبقى في القتل، سنبقى في التهجير، وليس بوادر حال، لأنه من قام بالتهجير لا يمكن أن ليس هو الذي سيعيد المهجرين، من قام في الفساد لا يمكن أن يكون هو المصلح لمعالجة الفاسدين، من كان سببا في هجرة العلماء لا يمكن أن يكون هو السبب في عودتهم. هذه قواعد ثابتة، قواعد أخلاقية أدبية سياسية قانونية، لا يمكن أبدا. فبالتالي لابد من الرعاية الدولية للعراق وليس على حساب السيادة، هو أصلا العراق قواعد الأمريكية والتحالف الدولي موجود في العراق. عندما نطلب وندعو رقابة على الانتخابات العراقية يقولون هذه تمس السيادة، يا رجل هو السماء العراقية مسيطرة عليها من الولايات المتحدة والقواعد العراقية ثابتة في الساحة العراقية في الأراضي العراقية، لم تمس السيادة، وأنت لا تستطيع أن تطلع داعش لولا التحالف الموجود. طيب عندما يأتي من يراقب صندوق الانتخابات يعتبر مثل السيادة، عندما يأتي من أن يستطيع أن يصلح، هناك منظمات دولية تستطيع أن عانت بعض الشعوب مثل الشعب العراقي عانت منه كثير واستطاعت أن تصلح وضعها، مثل أفريقيا مثل غيرها عانت، البوسنة والهرسك وغيرها، ألم تعيش نفس الحروب؟ جاءت منظمات دولية واستطاعت. فبالتالي نحن نحتاج إلى مصالحة وطنية على مستوى الدولة برعاية أممية، نقطة رأس سطر، هذا الذي نحتاجه، وهذا لا يمكن لأن القائمين على الحكم في العراق هم لا يقبلون بهذا الحلول.
فلا بد أن تفرض عليهم الحلول. الذهاب إلى الاقتتال الداخلي هو الناتج يساوي صفر وتدمير العراق من جديد، ولا يمكن هذا الحل أن يطرح. فبالتالي لا بد من مصالحة على مستوى الدولة، وليس أكو فرق بين مستوى الدولة ومستوى الحكومة ومستوى الحزب. قبل مدة طرح أحد الشخصيات مصالحة. طيب يا أخي، ماذا تملك من صلاحيات حتى أنت تطرح مصالحة؟ طيب، ما هي وسائلك في الإصلاح؟ لا يوجد. الحكومة متغيرة كل 4 سنوات، فبالتالي خلال 4 سنوات تطرح مشروع بما يخدمها فقط. الدولة أكبر، والرعاية الأممية للمصالحة في العراق وإعادة بناء وهيكلته من طيب جديد، هذا أمر مطلوب. سيد حسين، المصالحة مع من يعني؟ المصالحة بين الطائفة المستوى العراقي يا أخي، من 2003 إلى الآن هناك مكونات وشخصيات مستهدفة. قبل قليل كنا نتكلم عن هجرة العقول، قبل قليل كنا نتكلم عن هجرة 5 ملايين نازح، قبل قليل كنا نتكلم عن 100,000 معتقل وبدون محاكمات. هل هذا كله جاء من فراغ أم هناك أزمة داخلية داخل الساحة العراقية بسبب إدارة الدولة؟ طيب، والسبب الأول هو الاحتلال الذي أدار هذا الملف سواء عن قرب أم عن بعد، بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. فبالتالي من جعل هذه المؤسسة تتغول على الدولة؟ هذا يعني أن العراقيين الآن لا يستطيعون فعل شيء، لا يستطيع بدون أحد، يعني يحتاجون مساعدة الآخرين، مو ما يستطيعون يعمل. العراقيين يستطيعون يعملون شيء، ولكن هناك متغلب وهناك مغلوب، فبالتالي لابد من الطرف الثالث أن يدخل. لا يمكن للمتغلب أن يبقى متغلبا، لا يمكن هذا الأمر، ولا يمكن أن يستمر، ولا يمكن أن العراق يكون ضمن مكون واحد ومذهب واحد ودين واحد. العراق منذ تأسيسه مجموعة مكونات، حتى جغرافيته مختلفة، حتى المناخ. قبل شوية كنت أتكلم في الشمال تحت الصفر وفي الجنوب 50 درجة الحرارة. العراق غير، ليس متشابه كل كتلة واحدة كما يتصور البعض أبدا، فيها العربي وفيه الكردي وفيه المسيحي وفيه كذا. فبالتالي لابد من مشروع وطني يصلح لجميع العراقيين أن يعيشون تحت هذه الحدود الإدارية للعراق سلم وسلام، وهذا غير متحقق. نعم، في الحكومات العراقية منذ 2003 إلى الآن. نحتاج لرعاية خارجية. نعم، داخل. أستاذ حسين، إلى أي مدى تتفق أستاذ أحمد، عفوا دكتور أحمد، كيف إلى أي مدى تتفق مع مقاله الأستاذ حسين؟ طبعا أتفق مع الأستاذ الضيف على ما تفضل به، لأنه هذا حقيقة واقع العراق. يعني التغيير لا يكون بالانتخابات، والإصلاح لا يأتي من الانتخابات، لأنه هذه أكثر من مرة نسمع ويجرب بعض العراقيين ويذهبون إلى صناديق الاقتراع ويعني يتلقون ذلك بخيبة أمل كما حدث في السنوات الماضية. والمصالحة التي تفضل بذكرها، نعم، لكن مصالحة أيضا بين المكونات الآن. يعني هذه الحكومات لم ترضى عنها جميع المكونات، لا السنة راضين عنها ولا الشيعة ولا الأكراد. فالكرد نفسهم طالبوا بانفصال بسبب أعمال وتصرفات الحكومة المركزية في بغداد. فهذه الحكومة من أرضت خلال هذه السنوات التي يعني حكمت فيها؟ لم يرضى عنها أحد، لم ينفعوا إلا أنفسهم وعوائلهم ومصالحهم الشخصية. شكرا لك أستاذ دكتور أحمد كسار، الباحث العراقي، وأيضا أشكر ضيفي في الاستوديو السيد حسين سبعاوي. شكرا لك أستاذ حسين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية، وإلى اللقاء.